بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحانه لا يفك الكرب إلا الله، لا يشفي المرضى إلا الله، لا ينجي الهلك إلا الله. بسم الله توكلنا على الله، بسم الله اعتمدنا على الله، بسم الله لجأنا إلى الله، بسم الله ذهب الحرج وجاء الفرج. بسم الله، بسم الله ذهب الحرج وجاء الفرج. بسم الله فتح باب الله. بسم الله حصنتكم جميعا أيها الأحبة المشاهدون أينما كنتم، حصنتكم جميعا ببركة لا إله إلا الله. بسم الله تشفعت فيكم جميعا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله نحن الغالبون بإذن الله. بسم الله نحن الفائزون بإذن الله. بسم الله نحن المنتصرون بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلاة وسلاما يليقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا سيدي يا رسول الله، معذرة إذا كبى فيك تبياني وتعبيري، ماذا أوفيك من حق وتكرمة وأنت تعلو، وأنت تعلو فوق ظني وتقديري. أقبلت كالفجر والضاح الأسارير، تدعو إلى الله في يسر وتيسير، على جبينك نور الحق منبلجا، وفي يديك لواء العدل والنور. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب الذي مدحه الله وقال في حقه وإنك لعلى خلق عظيم، لم يقل له وإنك لعلى جمال عظيم أو منصب عظيم أو أموال عظيمة أو صحة عظيمة، ولكنه قال له وإنك لعلى خلق عظيم، ليعلمنا جميعا أن أي حاجة في هذه الدنيا بلا أخلاق لا قيمة لها. اللهم صل على الحبيب وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون أينما كنتم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حجوز. ما زلنا نواصل مسيرتنا في بستان آيات وحكايات، لنقطف من أزاهيره ولنجني من ثماره، ولنستظل بشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. النهاردة الآيات من سورة الأحزاب، الحكاية هي حكاية زواج السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها من سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه، ثم بعد ذلك زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. قال الله، أما الآية فهي قول الله سبحانه وتعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هذه الآية، أما الحكاية فسنتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن خلونا الأول نشوف رأي الناس في هذا الموضوع، وراجع مكمل مع حضراتكم برنامجكم هتجوز، وفي انتظار أسئلتكم واستفساراتكم. اتفضلوا. تقبل تتجوز واحدة أغنى منك؟ لا طبعا، هيبقى في فروق مادي وبتاع، مش هينفع، المفروض انا اللي عايشها مش هي اللي تعيشها. المشكله فيكم في تفاهم وتوافق ما بيننا، مش لازم تكون افقر مني عشان اتجوزها، يعني انا اتجوز القريب مني احسن، اللي هي تبقى من نفس تنتي. يعني تبقى تتجوزي من واحد اقل منك في المستوى المادي؟ اه برضو اوكي، لو بحبه عادي يعني، دام كويس وابن حلال وهيصوني ما عنديش مانع. هل التوافق المادي من اساس شروط نجاح العلاقه الزوجيه؟ تاكيد، لما يكون في مستوى مادي متقارب بيني وبينها هيتبين عليه حاجات كتير قوي. طبعا لازم يبقى توافق مادي واجتماعي وفكري، ده اهم حاجه. دي بترجع زي ما قلت لك للمعدن، معدن الانسان نفسه. التوافق المادي مش شرط اساسي في الجواز، فيما معناه اللي الرسول عليه الصلاه والسلام كان عنده 25 سنه وفي بدايه حياته
كانت السيدة خديجة كانت ما شاء الله كانت ثرية وغنية جدا، واختارت الرسول عليه الصلاة والسلام. النفق المادي يعتبر جزء من النجاح للحياة الزوجية. العلاقة الزوجية دي بتبقى مبنية على الحب، يعني مش مبنية على فلوس. التوافق المادي لا، أنا مش شايفها التوافق المادي حاجة مهمة يعني. ولو الست أغنى من الراجل ما ينفعش. هل في علاقات زوجية فشلت بسبب اختلاف المستوى المادي؟ أكيد طبعا، لأن هيجي في يوم من الأيام الطرف من الطرفين لازم يعاير التاني. في سيدات بتخلع جوازها بسبب اللي فيه اختلاف حصل، في طمع من الزوج للزوجة. كتير قوي خلاف العلاقات الزوجية عشان الفلوس. في كذا علاقة زوجية اختلفت يعني. ممكن بقى تبقى عقدة عند الراجل أو الست يعني، على اختلاف بقى تفكيرهم. ممكن الراجل يبقى له علاقات وبتاع، في الحالة دي هتمسك عليه بقى، تنسيت لما حصل ونسيت لما أنا صرفت ونسيت لما أنا خليتك إنسان وبني آدم. إيه لو متربية كويس وفي بيت كويس، واخد بالك مش هتبص، هتقف مع جوزها في الحلو والمر والضحك. بس على حسب ما هم متوافقين مع بعض، وعلى حسب ما هم بيحبوا بعض وكده. في علاقات زوجية كتير اختلفت بسبب الفلوس وكده والحاجات ديت، بس أنا مش شايفاها والله حاجة أساسية يعني. ليه بعض الشباب دلوقتي بيدور على الزوجة الغنية بغض النظر عن الفوارق والاعتبارات الأخرى؟ عشان الحالة الاقتصادية في البلد مش ولا بد يعني، بس مش أكتر، فهو بيحتاج بقى اللي هو مش هيتعب بقى وكده، عشان الحالة المادية اللي فيها البلد. أي واحد من الشباب أما بيجي يفكر في الجواز، طبعا العوامل المادية صعبة جدا في الحياة اللي احنا عايشينها الوقت، هو بيدور على الزوجة اللي هي تساعده وتقف جنبه. بس كل الشباب حلمها اللي تتجوز عروسة غنية لتسافر برا مصر يعني. شاب اللي يكون عنده شخصية وعنده نوع من الرجولة لا يقبل ان مراته تصرف عليه او اي قرش منها. العامل المادي دوت هو اللي اثر يعني على الشباب. رجعنا لحضراتكم مرة تانية وبرنامجكم حجوز. برحب يا جماعة بكل أسئلتكم واستفساراتكم على وسائل الاتصال اللي هتضع على الشاشة قدام حضراتكم بعد قليل. ولسه احنا طبعا شايفين رأي السادة المشاهدين، واعتقد احنا لازم نقف قدام أكتر من جملة قالها أكتر من مشاهد. يعني الرجل كويس فعلا المحترم ما يقبلش أبدا ان مراته تصرف عليه او ان ست تصرف عليه، لان الرجل يا جماعة هو المكلف بالانفاق على الزوجة. عشان كده الست طبعا زي ما قلت لحضراتكم، المرأة تكره الرجل الضعيف حتى ولو كانت هي السبب في ضعفه. حتى لو الست عندها فلوس كتير قوي وراجل ابتدى ياخد منها وابتدى يبتزها، اكيد هتعايره، هتحصل مشكلة جدا. ده حتى يا جماعة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح: انك لو احسنت اليها طول العمر. خد بالك كلام جميل قوي من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، انك لو احسنت اليها طول العمر ثم اسأت اليها يوما واحدا لقالت ما احسن الي زوجي قط. فست عايزة معاملة من نوع خاص، عايزة احترام، مهم جدا كمان لازم يكون في تكافؤ، لازم يكون الرجل يستطيع طبعا اللي يستطيع ان يتعامل مع المرأة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، الذي خلق فسوى وقدر فهدى وسبحانه وتعالى على كل شيء قدير. انا النهارده بكلم حضراتكم عن قصة زواج سيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها من سيدنا زيد بن حارثة. خليني اقول لحضراتكم الاول الحكاية والقصة. سيدنا زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيدعى زيد بن محمد. سيدنا زيد كان طبعا أخذ عبدا، هو من أسرة كبيرة جدا وعيلة كبيرة جدا، لكن أخذ عبدا وبيع، وكان خادما وطبعا للسيدة وعبدا عند السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فلما تزوجت من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعني قاعد مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى زيد ابن محمد، الناس أطلقوا عليه كده أنه زيد ابن محمد. فلما نزل القرآن العظيم: ادعوهم لآبائهم وهو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباهم فإخوانكم في الدين، سمي زيد ابن حارثة رضي الله عنه وارضاه. كان مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب بنت جحش، دي طبعا بنت عم سيدنا النبي عليه صلى الله وسلم. وخليني كده الأول أقدم لكم تعريف إجرائي بلغة مناهج البحث لهذه السيدة العظيمة المباركة، هي أم المؤمنين، هي أيضا زوج النبي صلى الله عليه وسلم، استحقت عن جدارة واستحقاق لقب أم المساكين، هي الصوامة، هي القوامة. السيدة عائشة وصفتها وصف جميلة جدا وقالت ما كانش فيها ولا عيب على الإطلاق، اللهم إلا عيب واحد، إنها ساعات كده كان عندها حدة، يعني حدة يعني إيه؟ يعني كانت بتعتز برأيها جدا
جدا وكانت تصر على تنفيذه. دي يعني أحد العيوب اللي ذكرتها لها سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت صوامة، كانت قوامة، كانت تتهجد لله سبحانه وتعالى طوال الليل في ليالي كثيرة جدا، وكانت مع ربنا سبحانه وتعالى. حواصل كلامي حولها وحول قصتها وحديث القرآن عنها وزي القرآن أبطل التبني. ولكن بعد هذا الاتصال التليفوني، أستاذ محمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ اهلا بك يا استاذ محمد، اتفضل يا اخي اسمعك. عندي مشكلة بس عايز اكلمك فيها ضروري بعد الحلقة يا دكتور بالله عليك. انا تحت امر حضرتك، اتفضل سيب تليفونك او خد تليفوني من الاستاذ هدى وان شاء الله تكلمني، لكن عندك سؤال ولا حاجة تحب تسأله؟ طيب، انقطع الاتصال التليفوني، خليك مع الاستاذة هدى مدير تحرير رئيس تحرير البرنامج، هديك تليفوني ان شاء الله وربنا يكرمك ويصلح لك الاحوال ويفك عنكم جميعا كل المشاكل وكل المتاعب وكل المنغصات الزوجيه يا جماعه، نتيجه لبعد الناس عن منهج ربنا سبحانه وتعالى. يا ريت كل زوجه شايفانا دلوقتي تعرف حق جوزها ايه وتديهوله، يا ريت كل زوج دلوقتي شايفنا يعرف حق مراته ايه ويديهولها. لكن المشكله ان كل واحد في زوج بيطالب بحقه بس، ما بيطلبش، مش عايز يؤدي واجباته، وكذلك بعض الزوجات برضو بتطلب حقها بس ومش عايزة تؤدي واجباتها. عشان كده بيترتب على هذا خلل في منظومة المجتمع، وبقت عندنا مشكلة كبيرة جدا دلوقتي، بقت عندنا للأسف الشديد في مصر حالة طلاق كل 6 دقائق، ودي لغة الأرقام وهي لغة لا تعرف الكذب، نتيجة لأن طبعا عدم التوافق بين الزوجين، نتيجة لعدم القبول بين الزوجين، نتيجة لأن الزوجة بتشتغل لحسابها والزوج بيشتغل لحسابه، مع أن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في الحديث القدسي أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإذا خان أحدهما الآخر نزع الله سبحانه وتعالى بركاته. والخيانة بتبدأ إزاي يا جماعة؟ زي ما قلت لكم قبل كده، إن الراجل يرجع البيت، الست تقلبه، تحط ده في جيبه وتشوف الموبايل كلم مين، وتشوف إيه اللي في جيبه وإيه الحاجات اللي الفلوس اللي معاه، ما ينفعش. وبرضو لما الزوجة أول ما زوجها يرجع تمسك الموبايل وتفتش فيه، لازم الشيطان مش هيسيبك أبدا والله، خدي بالك الشيطان مش هيسيبك، الشيطان هتلاقي أي حاجة تضايقك طبعا أكيد، فهيترتب على هذا مشكلة كبيرة جدا. احنا في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم على وسائل الاتصال اللي هتضع على الشاشة قدام حضراتكم. وبنتكلم النهاردة في قصة زواج السيدة زينب بنت جحش بسيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه، ثم زواجها من الحبيب صلى الله عليه وسلم بأمر من الله سبحانه وتعالى. خدوا بال حضراتكم، سيدة زينب بنت جحش هاجرت إلى المدينة المنورة بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، واتقدم لها خطاب كتير قوي، اتقدم لها ناس كتير جدا، فبعتت أختها لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما يذكر القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، وكما يذكر الإمام الصالحي في كتابه سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم. بعتت أختها لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله اتقدم لي خطاب كتير جدا، اتقدم لي خطاب كتير جدا، فقل لي أتجوز مين؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي لأختك إنها تتزوج من يحفظها كتاب الله سبحانه وتعالى. يا ترى كم مين ده؟ هتكلم في ده ولكن بعد هذا الاتصال التليفوني. أستاذ صلاح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، حضرتك منورنا، اتفضل. الحمد لله تمام والله. اتفضل. كان حصل معايا مشكلة أنا وزوجتي يا فندم. خير يا فندم. كانت بتتكلم في تليفون في الأوضة، التليفون ده كانت جايباه هي من ورايا بس ما اكتشفتوش أنا غير بعد يوم. يعني جايبة تليفون محمول من وراك وبتتكلم منه. بتتكلم منه، فكانت بتتكلم في واحد الله أعلم كده، فالمهم يعني إيه؟ حطيته في مكانه تاني، فهي اخدته وحطته في صدرها، فالمهم مشيت لاهلها. مشيت لاهلها. فرحت لابوها بقول له على كل حاجه، وحطيت اتكلم في التليفون ومعاها التليفون، فيقول لي لا احنا عايزين نطلقوا بقى وبتاع ومش عارف ايه والحوارات ديت. فاني والله انت متجوزها بقالك قد ايه يا استاذ صلاح؟ 10 سنين يا فندم. وخلفت منها الحمد لله. خلفت منها ولدين وبنت. يعني عندك 3 اولاد يعني. ومحترمة جدا وبتصلي وكل حاجة، بس المشكلة غلطة التليفون ديت، ان هي كانت بتتكلم في واحد وانا بقولها للتليفون. يعني من الواحد معانا يا صلاح ولا انقطع اتصال التليفون؟ يا ترى كانت يعني اللي كان بيتكلمه ده
يعني عايز اشوف بس كده اتكلموا يعني ايه اللي كان يتكلموا، هل هو قريبها يمكن عن في مشكله بينهم، يمكن في موضوع، يمكن في حاجه، مش كل ست بتكلم مع راجل يعني يبقى في حاجه بينهم، يعني ده في علاقه بينهم، فانت برضو لازم تراعي هذه المساله. عموما هجاوبك، لكن خلينا ناخد مين معانا. مين يا استاذ هدى؟ استاذ احمد، السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ احمد، اتفضل يا اخي اسمعك. حل مشاكل المجتمع بتاع الزوج والزوجه والكلام اللي حضرتك بتتكلم فيه، لازم حضرتك تنزل المساجد زي زمان، ما بقاش في ندوات في المساجد زي زمان، ما بقاش في، او حضرتك تنزل المدارس، تنزل المستشفيات، تنزل المحليات، تنزل تدي ندوه اسبوع، ندوه شهريه، تتعامل مع الجمهور مباشر. احنا بص دلوقتي ما انا دلوقتي مش عارفين لا نسمع ده، مش سامعين الكلام ده خالص، وحضرتك انا بسمعك للمنتبه ليك. ابني لو جه دلوقتي وانا قاعد جاي مغير جاي بحاجه ثانيه هعمل ايه؟ لازم اللقاء المباشر بين البنات. بس احنا بنعمل فعلا لقاءات مباشره، ما بننزل فعلا المساجد وبننزل اماكن كتيره جدا. عايزين عمومي يا فندم، عمومي يا فندم، مش احنا لوحدنا يعني. انا بتفق معك فعلا، لان 10 سنين حضرتك ما حضرش ندوه دينيه في مسجد. لا لا يا اخي ازاي يعني، وزاره الاوقاف اكيد بتعمل ندوات وبتعمل لقاءات. حضرتك انا قاعد في المدينه، انا بكلمك يا واجب عليك. الندوات المباشره دي حضرتك قاعد فين حته؟ انت في مدينه ايه؟ نعم. انت فين حته؟ فين مدينه؟ في المنوفيه؟ مدينه سلسله الايام منوفيه. ما سلسله الايام منوفيه اكيد طبعا، في وزاره الاوقاف هناك، وفي اداره الاوقاف، وفي الازهر، وفي كل حاجه. وانا عايز، انا عايز ابني يسمع، وعايز بنتي تسمع، وعايز المجتمع يسمع. مفيش فرصه، مفيش، ما حدش بينزل. دكتور احمد عبده كان بينزل عندنا في اليونسكو، مسجد اليونسكو، قال لك ما بياش ينزل عشان دواعي امنيه، عشان اللقاءات. لا 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 بص طيب يعني. اشكرك، عندك سؤال ولا حاجه يا استاذنا؟ طيب شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا اعتقد وزارة الاوقاف بتقوم بدور كبير جدا، ودعائها موجودين في كل مكان، ودعاة الازهر ايضا موجودين في كل مكان. ما ينفعش حتى ان احنا نقول ان احنا بقى ان الجوامع بقى لها 10 سنين ما فيش فيها ندوات. لا طبعا، كل الجوامع يا جماعه فيها ندوات، وكل الجوامع فيها لقاءات. الناس بس تروح الجامع، واكيد هتلاقي علماء، وهتلاقي كل مسجد فيه امام، وفي خطيب، وفي واعظ الازهر، وفي دعاء، وفي كل حاجه موجوده ان شاء الله. وربنا قال لنا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وما حدش دلوقتي يا جماعه بيعذر بجهله، يعني هل واحد يعذر عشان مش عارف؟ لا طبعا، دلوقتي وسائل السوشيال ميديا، وسائل الاعلام بقت كتيره جدا، المعلومات الدينيه بقت كم كبير جدا من تدفق المعلومات الدينيه، اللي احنا لازم نعرف امور ديننا ونعرف حياتنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا. واحنا فعلا بنروح طبعا انديه، وبنروح مراكز، وبنروح مدارس، وبنعمل لقاءات وندوات. اعتقد خلت الناس بتعمل ده وحريصين على مصلحه الامه. انا بستاذن حضراتكم اخرج لفاصل قصير، وراجع مكمل مع حضراتكم برنامج كم هتجوز ايه. اتفضلوا. سبحانك اللهم من خالق وتوكل على الله نسعى اليه وكفى بالله وكيلا. قناة الناس، ما ينفع الناس. لماذا علامات الساعة؟ قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ علامات الساعة ليست للرعب والترهيب، وإنما إصلاح وتقويم وتهذيب. تعالوا نتربى ونتعلم أن علامات الساعة لا تقوم إلا مع انهيار القيم، وانهيار القيم يؤدي إلى انهيار الكون، وانهيار الكون لا معنى له إلا قيام الساعة. علامات الساعة مع الشيخ عبد الخالق عطيفي، الخميس والجمعة 10:30 مساء على الناس. كيف تيأس لبلاء نزل بك؟ وأنبياء الله كانوا أشد الناس بلاء، ولما تتكبر على الناس؟ وأنبياء الله كانوا أكثر الناس تواضعا. ارتقي لأخلاقهم وخذ العبرة من قصصهم. قصص الأنبياء مع الشيخ محمد الدومي، الخميس والجمعة
في العاشرة مساء على الناس. يا أكرم الأكرمين فاذكروني، يا أرحم الراحمين. قناة الناس، ما ينفع الناس. رجعنا لحضراتكم مرة تانية وبرنامجكم هتجوز، برحب يا جماعة بكل أسئلتكم واستفساراتكم على وسائل الاتصال اللي هتضع على الشاشة قدام حضراتكم بعد قليل. ولسه النهاردة بنتكلم في آيات وحكايات، طبعا الحكاية عن السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وإزالة الفوارق الطبقية والتكافؤ الاجتماعي بين الراجل وبين مراته. يعني ينفع لو واحد مثلا معاه ابتدائية، كان حد بيسألني من شوية دلوقتي، الزوج مش معاه مؤهل خالص والزوجة معاها ماجستير، ينفع يتجوزوا ولا ما ينفعش؟ قلنا لا، لازم برضو التكافؤ، التكافؤ الاجتماعي، التكافؤ العلمي، عشان يقدروا يتعايشوا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. المشاهد الكريم اللي كان بيكلمنا من سيرس ليان بيقول تعملوا لقاءات ويعملوا ندوات. طبعا في لقاءات كتيرة جدا للزواج، يعني في لقاءات مباشرة مهمة جدا، اعتقد دار الافتاء المصرية بتعقد دورات للمتزوجين حديثا، او الناس قبل ما تتجوز، يعني كل شاب مقبل على الزواج بيروح ياخد دوره تربيه، وبنت تاخد دوره تربيه تتعلم ازاي تعامل جوزها، وكمان بيتعلم ازاي يقابل مراته. يا ريت كل شاب وشابه مقبل على الزواج يروح ياخدوا هذه الدوره، اعتقد بتستمر ايام قليله جدا وبياخدوا فيها معلومات كويسه جدا. هناك ايضا لقاءات وندوات في المساجد حول كثير من قضايا الحياتيه، واحنا كلنا بننزل في هذه المساله. فيما يتعلق بسؤال المشاهد الكريم، انه عمل مشكله كبيره جدا مع مراته عشان قال لها ما تشريش محمول، جابت محمول من وراه، وبيقول لي ست طيبه جدا وكويسه جدا وبتتكلم في المحمول، وبعدين ما راح يرجعها، طبعا غضبت لما راح يرجعها قالوا لا احنا عايزين نتطلع. انت الاول تقعد مع مراتك وتشوف هي ليه جابت المحمول من وراك، تسألها، هي من حقها طبعا يكون عندها محمول، ولا مش عارف انت ليه رافض يكون عندها محمول؟ يعني عندها محمول تكلم مامتها، تكلم عيلتها، تطمن عليهم. صحيح في مشاكل في السوشيال ميديا وفي المحمول والحاجات دلوقتي بتؤدي الى مشاكل كتيره جدا جوه البيوت دلوقتي، وخراب بيوت كتير جدا بسبب المحمول وسبب السوشيال ميديا وسبب المواقع وما الى ذلك. لكن طبعا من حق الزوجة انها طبعا تتكلم وتكلم اهلها، واهلها يكلموها وتطمنوا على بعض، مفيش اي مشكله، المهم انها تستخدمه صح. لكن لازم تسالها انت ليه جبت المحمول ده ليه من ورايا، هذا السؤال الاولاني. السؤال الثاني، انت كنت بتكلمي مين؟ لكن بتكلم اخوها، بتكلم ابن عمها، بتكلم اي حد، في هذه الحاله ما يبقاش في اي مشكله. وبتتكلم تقول ايه؟ ما فيش اي مشكله في هذه الحاله. يعني انا بقترع عليك يعني انك انت مش هنخرب البيت عشان محمول، مش هنخرب البيت عشان تليفون محمول، يعني عندك ثلاث عيال وخراب البيت يا جماعه مساله صعبه جدا. فيا ريت حضرتك تروح تاني لوالدها وتشوف حد عاقل في العيلة وتقعد تتناقش معاه وتقعد تفهمها انها غلطت، انها مثلا جابت محمول من وراك، فوت تقول لك انا جبت محمول وهتكلم فيه، من حقها، وانت ليه ما بيجيلهاش محمول؟ يعني هات لها محمول تكلم فيها، تطمن عليك، حتى تطمن على اولادك، تطمن على اهلها، ما فيش حرج في هذه المسألة. ويبقى هي رقبتها لربنا وتعاملها مع ربنا سبحانه هو الرقيب عليها، وده طبعا اللي المفروض يرضي ربنا سبحانه وتعالى في هذه المسألة. احنا لسه يا جماعة متواصلين مع حضراتكم وبرنامجكم هتجوز. كنت بحكي لحضراتكم قصة زواج السيدة زينب بنت جحش من سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقلت لكم هو كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وكان بيحب سيدنا النبي قوي عليه الصلاة والسلام، درجة لما أهله رجعوا ياخدوه رفض أنه يرجع معاهم، وفضل أنه هو يقعد في أنوار النبوة، في مشكات النبوة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا قلت لحضراتكم ان السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها كانت طبعا تقيم في المدينة المنورة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعتت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اختها ان في خطاب كتير جايين يخطبوها، فبتعرض الامر عليه عشان يختار لها النبي صلى الله عليه وسلم واحد، او يرشح لها حد، ان هو ابن عمتها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ أختها، قال لها بلغي زينب
إن تزوج خير من ذلك. مين بقى؟ من يحفظها كتاب الله سبحانه وتعالى. مين بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة رضي الله عنه وارضاه. شوف اختار النبي صلى الله عليه وسلم مع انه مولى لكن كان عنده حاجة عظيمة جدا، كان حافظ كتاب ربنا سبحانه وتعالى، حافظ قرآن ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده كان متدين، كان عارف ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الدرس المهم لنا كلنا نحن نتعلمه من هذا الموقف هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يعني بقى ما دورناش على هو من عيلة مين، ما دورناش على هو بيشتغل ايه، ما دورناش على هو عنده ايه، لا، ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، لكن هو تدينه ومعرفته بالله سبحانه وتعالى. عشان كده يا جماعه عايز اقول لحضراتكم، سيدنا علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه لما جاله حد وقال له انا عندي بنت قل لي اجوزها لمين، انا عندي بنت ازوجها لمين، فقال له زوجها بمن يتقي الله. ده مهم جدا، كل اب سمعنا دلوقتي وشايفنا دلوقتي، كل ولي امر، كل ام شايفانا، اما يجي لبنتك حد يتقي الله لازم توافق عليه. يا جماعه ما تحسبوهاش بالفلوس، الفلوس ده عرض زائل، لكن المهم يكون عنده دين واخلاق، دين واخلاق. ما ينفعش دين لوحده ولا تنفع اخلاق لوحدها. هو كده سنابي قال لنا كده، قال لنا اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير. طبعا السيده طبعا زينب بنت جحش لما وصلها الخبر ان الرسول برشح لها ده اعترضت بشده وقالت ما ينفعش، ده من ظروفه مختلفه عن ظروفي. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يذيب الفوارق بين الطبقات، اراد ان يؤكد ان الرجل بدينه، ان الرجل مش بالفلوس بس ولا بالنسب فقط، ولكن الرجل بدينه وتقواه لله سبحانه وتعالى. وعايز ابقى القاعده القرانيه العظيمه جدا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وعايز يقول لنا ان اهم حاجه في الزواج هو القبول، ان الزوجه تقبل الزوج وان الزوج يقبل الزوجه. طبعا لما وصل لها الامر اعترضت، ولكن يعني استمعت الى قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. خدوا بالكم، فطبعا الامر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي وافقت على هذا الامر، وطبعا وافقت على مضض وتزوجت من هذا الصحابي الجليل لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ويعني طبعا كان الزوجة طبعا نعم، فطبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زوجها طبعا من سيدنا زيد ابن حارثة، وعاشت معاه أيام كانت أيام عصيبة جدا، وحدث شقاق وخلاف ومشاكل. يا ترى إيه اللي تم بعد كده؟ هقول لكم ده، ولكن بعد هذا الاتصال التليفوني معانا أستاذة فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أستاذة فاطمة، إزي حضرتك؟ اتفضلي يا فندم أسمعك. الحمد لله. لو سمحت أنا كان ليا بس كان سؤال كده، هو بعيد عن موضوع الحلقة. اتفضلي يا فندم اسمعك. نعم. انا ليا اخ لسه متوفي يعني بقاله ايام بس. ربنا يرحمه يا رب برحمته. يا رب. فانا كنت بسال يعني اذا يعني هو احنا اكتشفنا حاجات كتير يعني بعد هو مات ان هو كان عامل حاجات كتير يعني بيتصدق بيها وكده. فانا كنت عايزه اعرف هل انا لو انا يعني صمت صيام يعني اصوم والصيام ده اوهبه لاخويا ثواب لاخويا هل ده جائز؟ طيب ولو عندك حاجه تاني؟ لو انا صليت الصلاه مش صلاه الفريضه يعني انا ما صليتلوش صلاه الفريضه، لو انا صليت مثلا ركعتين ودعيت ربنا لاخويا وهبت الركعتين دول لله لاخويا في ميزان حسناتي، طيب هل ده جائز؟ تمام. والصدقه اللي هي الصدقه الجائزه تمام اشكرك، ده هيكون في ميزان حسناتي ولا لا؟ عندك حاجه تانية تتعلق بالزواج ولا حاجه؟ لا 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 خالص. طيب اشكرك شكرا جزيلا، ربنا يرحم شقيقك، بس انا عشان وقتنا ووقت البرنامج، احنا برنامجنا اسمه هتجوز، بناقش العلاقات الاسريه، بناقش الزواج والطلاق والخلع والحب والحاجات دي كلها، لكن حضرتك ممكن طبعا ربنا يرحم شقيقك يا رب رحمته الواسعه في برنامج جميل قوي الساعه 7 برنامج فتاوى الناس، ده شغله وده تخصصه، احنا عندنا هنا تخصصات وبنحترم جدا التخصصات،
فممكن تلجئي له، لكن احنا برنامجنا يتعلق بالزواج ومسائل الزواج وما الى ذلك. واهلا وسهلا بحضرتك وبكل طبعا اسئلتكم واستفساراتكم، احنا لسه متواصلين مع حضراتكم وبرنامجكم هتجوز، وهنشوف طبعا سيده زينب بنت جحش اللي كانت متجوزه من سيدنا زيد بن حارثه، بعد ما جوزته بشهور حصلت مشاكل كتيرة جدا وخلافات كتيرة في وجهات النظر، وطبعا كانت النتيجة أن سيدنا زيد كان يذهب شاكيا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشكيله من غرور زوجته وأنها بتعامله المعاملة الوحشة اللي تغضب ربنا سبحانه وتعالى، وعايز يطلقها، والرسول يقول له أمسك عليك زوجك، والرسول يقول له في كل مرة أمسك عليك زوجك. طبعا ده درس مهم جدا لينا لما تكون في خلافات زوجية، وما فيش بيت طبعا من بيوتنا، ما فيش حد مشاهد كريم شايفنا دلوقتي إلا عنده مشكلة، كل واحد فينا عنده هم متلتل، كل واحد فينا عنده مشكلة شكلة، لا راحة في الدنيا، لأن الدنيا يا جماعة إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت، وكم من غنين رفعت له عمارات وفيلات، فلما علت تركها ومات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان في خلافات زوجية بين الرجل ومراته، بين زينب بنت جحش وبين زوجها، خلافات وصلت إلى يعني مرحلة اللا عودة، إنها كان بيتهمها إنها بتتعالى عليه، وهي طبعا كانت برضو بقول لحضراتكم دايما المرأة تكره الرجل الضعيف حتى لو كانت هي السبب في ضعفه. طبعا كانت تشعر انها اتجوزته يعني غصبا عنها، فطبعا كانت ترفض هذه المسألة وكانت ترفض الحياة معاه، وكان سيدنا طبعا زيد بيتحمل، ودرس مهم لنا جدا ان الواحد لما يكون فيه مشاكل مع امراته يتحملها، وازاي بقى نحل الخلافات الزوجية، ده الدرس المهم اللي احنا نتعلمه. ايوة ما في زوجة بتختلفش مع زوجها، لكن يا ريت يا جماعة الخلافات اللي بينكم تخلوها بين اربع جدران، يا ريت يا جماعة كل بنت عندها مشكلة مع جوزها ما تروحش تحكي لمامتها أو تحكي لعيلتها أو تفضح جوزها، يا ريت كل زوج عنده مشكلة مع مراته ما يروحش يقول لأمه، ما يروحش يقول لحماتها، أو يروح يقول للدنيا بحالها، إن ده هيترتب عليه مشكلة كبيرة جدا. أي مشكلة يا جماعة ممكن نحلها جوه البيت بين أربع جدران، هو ده اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، لأن الزوجة وزوجها طبعا الزوجة بتختلف مع زوجها، بتحكي لماما، ماما بتزعل من جوز بنتها، بعد شوية الزوج بصالح مراته، لكن الأم ما زالت شايلة من جوز بنتها، فبيترتب على هذا مشاكل ومتاعب كثيرة جدا. حواصل حديثي مع حضراتكم، ولكن بس أذنكم في فاصل قصير وراجع مكمل مع حضراتكم برنامجكم هتجوز، اتفضلوا. خلاص يا جماعة وصلنا إلى اللينك الأخير، ودايما الأوقات الطيبة مع حضراتكم بتمر بسرعة، ولسه النهاردة بنتكلم في موضوع مهم جدا، آيات وحكايات. أما الحكاية فهي حكاية زواج زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاه، ابن عمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، من سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك تطليق لها وزواجها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أقول لحضراتكم أن هذه السيدة الفاضلة أم المؤمنين كان في خلاف شديد جدا بينها وبين زوجها، وإحنا عايزين بيوتنا تبقى بعيدة عن الخلافات الزوجية. السؤال بقى لو الست عندها في خلاف مع جوزها، الخلاف ده آية من آيات الله في هذا الكون أو الاختلاف، عشان لازم تعرفوا حضراتكم ان في فرق بين الخلاف والاختلاف. الاختلاف ربنا قال في القرآن العظيم ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. انا شايف ان انا اروح من الطريق ده وزوجه شايفه الطريق التاني، ده اختلاف ما فيش مشكله في هذه المساله، لكن المصيبه الخلاف. الخلاف شر زي ما قال الامام النووي رحمه الله. الخلاف اللي بيؤدي الى التباغض ويؤدي الى التشاحن، ولازم كل زوج شايفنا دلوقتي يعرف ان يعني انه يعني ان الدنيا لا تدوم على حاله واحده، وان هو لابد ان يتحمل زوجته وان يرضي فيها الله سبحانه وتعالى. وقدوته في ذلك جماعه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، اللي كان طبعا ازواجه يهجرنه الى الليل صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك
صلى الله عليه وسلم كان بيتحمل كثيرا جدا من زوجاته. السيدة عائشة رضي الله عنها ورضاها، قلت لكم قبل كده لما كانت طبعا الرسول كان بيقول لها يا عائشة، شوفوا جمال سيدنا النبي وأدب سيدنا النبي وأخلاق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول لها يا عائشة والله إنني لا أعلم غضبك من رضاك، أنا بعرف غضبك من رضاك. قالت له وكيف تعرف يا رسول الله؟ قال لا، إذا رضيت عني، إذا رضيت عني قلت لا وإله محمد، وإذا غضبت علي قلت لا وإله إبراهيم. فقالت له نعم إنما أهجر اسمك. يعني دي السيدة عائشة لما بزعلانة منك ما جيبش سيرتك على لساني، دي السيدة عائشة رضي الله عنها وتعاملها مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فبالكوا بقى بزوجاتنا السيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق. فده درس مهم لنا جدا أن احنا نتحمل. سيدنا زيد بن حريثة ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاكيا من تعالي زينب بنت جحش عليه ومعاملتها لي المعاملة التي تغضب الله سبحانه وتعالى، وأنه ناوي أنه هو يطلقها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك عليك زوجك. فنزل القرآن العظيم معلما ومؤدبا. وعايز أقول لكم حاجة، لو كان سيدنا النبي يعني أخفى حاجة من القرآن كان أخفى هذه الآية، لكن دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ كل ما أنزل إليه من ربه سبحانه وتعالى. ربنا يقول في القرآن إيه بقى؟ وَإِسْتَقُودُ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. إذ يعني اذكر يا رسول الله إذ حدث كذا، هنتكلم في ده إن شاء الله. ولكن بعد هذا الاتصال التليفوني، أستاذة سامية السلام عليكم. ألو، إزيك يا أستاذة سامية؟ أهلا وسهلا. إزيك يا أستاذ محمد؟ أهلا بيك، إزي حضرتك؟ الحمد لله. بعد إذنك وطي التلفزيون شوية واسمعينا من التليفون. وطي يا ماما. فضالي يا أستاذة سامية. سلم على حضرتك بس. انت تنورينا وتشرفينا وتكترينا، اتفضلي ربنا يسرك. الله يخليك. انا متجوزه بقالي سنه. نعم. والحمد لله جوزي كويس قوي وحماتي زي امي. تمام. ربنا شيلي زي، احذفي كلمه زي، حماتك امك فعلا. كنت بسمع يدخلوا يقولوا لك الحما بتعمل مشاكل، ما بتعملش مشاكل معايا وانا قاعده معاها على طول. طب الحمد لله. وبتحبني زي بنتها. انا اهلي في الصعيد في سوهاج. انت قاعده فين بقى؟ ايه؟ قاعده فين؟ قاعده في ترى البلد. ربنا يوفقك ان شاء الله. وجوزك كويس وامورك تمام الحمد لله؟ الحمد لله. طيب. جوزي كويس جدا. طب الحمد لله. وعلاقتك بحماتك طيبه؟ الحمد لله، حماتي زي يعني امي الثانيه الحمد لله. طب كويس، بتعامليها ازاي بقى قولي لي يعني؟ بعملها زي ما بيحصلش مشاكل بالزبط. بينكم ما تدكيش اوامر ولا تعليمات ولا حاجه ولا اي حاجه؟ والله بتعمل لي الاكل، بتصحيني وتعمل لي الاكل. تمام. لا طب يا بنت عندك سؤال؟ لا انا كنت بس بسلم على حضرتك. اهلا وسهلا بيكي، نورتينا وكترتينا وشرفتينا، بشكرك جدا. وانا سعيد قوي ان حد بيطلبني بشكر في حماته، او ان يعني زوج بيشكر في مراته، او زوجه تشكر في قرايبها، قريب جوزها. ده حاجه كويسه قوي والله، يا ريت تكلمونا في ده. معانا مين يا استاذه هدى؟ استاذه منى السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا منى؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ الله يبارك فيك يا بنتي، الله يسترك، اتفضلي يا منى. الحمد لله. بص هو انا يعني مش يعني عندي مشكله. خير يا منى. الو يا منى، ما سمعناش المشكله. طيب كلمينا تاني يا منى. يا ام محمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا ام محمد. ايوه عندي ابني في مشكله، هو اشترى الشبكه. هو لسه كان قاري الفاتحه يعني وشرى الشبكه. تمام. فهم اختلفوا مع بعض في شراء عفشهم يعني. ف دلوقتي هم ليهم الحق ان هم ياخدوا الشبكه؟ تمام. هو لسه ما لبسهاش، هي كان اشتراها يعني وادها كده. هو خطبها بقاله قد ايه يعني؟ بس ما بقالوش شهر. بقاله الشهر. تمام. حاضر. عندك سؤال تاني؟ الو عندك. طيب شكرا يا حاجه، هجاوبك. استاذ احمد سلام عليكم. استاذ احمد الو يا استاذ احمد. طيب قطع الاتصال التليفوني، حاول تصل بينا مره ثانيه يا استاذ احمد. طبعا حصل، اشترت الشبكه وبقى لها شهر
ولسه ما لبسهاش الشبكه وحصل خلاف، خلاص الشبكه بتاعتك انت بقى، لما ما حصلش اتفاق بينكم خلاص هو بدها الشبكه دي ليه؟ بدها الشبكه عشان هو هيتجوزها، هو ما اتجوزهاش خلاص انتهت المساله عند هذا الحد. معانا استاذ احمد رجع لنا. طيب استاذه هبه السلام عليكم. عليكم السلام الله يا دكتور محمد، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا استاذه هبه، اتفضلي. اهلا وسهلا. طيب اتفضلي يا فندم. أنا ست كبيرة يعني، ربنا يبارك في عمرك ويحسن عملك. الله يخليك، الله يخلي حضرتك يا رب. في يعني هقول على حضرتك على حاجة حصلت بيني وبين جوزي، احنا ناس كبار يعني. نعم. احنا رحنا نزور ناس نسايبنا يعني، وعشان جواز البنات يعني الفلوس محدودة وكده، فايه خدنا زيارة بسيطة. انا فعلا كنت محرجة منها، وكمان وانا ماشيه يعني انت رايحه لبنتك فخدتوا زياره يعني، رايحين تزوروا بنتك؟ يعني حماتها. حماتها، رايحين تزوروا حماتها، بنتك لسه ما اتجوزتش. اه. تمام. فالكيس وقع مني بصراحه، فوقع منه يعني حاجه شويه من الفاكهه برضو اللي وقعت، فخدت الباقي حطيته في كيس تاني ومشيت. فانا برضو محرجه ان انا داخله عليهم بالكميه ديت، فايه وانا داخله انا وجوزي، فقلت لهم معلش بقى الكيس وقع مني. فاتفاجئت ان جوزي بقى قال لهم ايه، قال لي ما وقعش ولا حاجه. فمسكت على ايده يعني قرصت على ايدي عشان مش يحرجني. لقيته بيقول لي وبتقرص على ايدي كمان، يا ست والله ما في حاجه حصلت، هو كده اللي احنا جايبينه كده. وده ما حصلش فعلا، وده مخالف الحقيقه، الحاجه فعلا وقعت منك هناك في الطريق. اه. طيب ماشي، وبعدين فلقيت يعني ضايقت طبعا، حسيت ان انا محرجه يعني، هو جاي تمام. كمان قدامهم وقال لي انت طب بتغمزيني ليه؟ قلت له انا مش على حاجه، ويعني حسيت كده يعني اتفاجئت ان هو يعني احراجي عنده كده، ما فيش يعني احترام كده قدام الناس اللي سايبنا جداد وكده. فقعدت قلت له انت كده يعني دايما تعمل زورته بقى كده، زورته نسايبكم ورجعتوا زعلتوا من بعض ولا ايه؟ لا ده وانا هناك واحنا لسه قاعدين كمان. آه. بقول لهم يعني عشان احراجي، فبقول له بقول له قدامهم ده، هو دايما يعمل معايا نمر كده. علشان احسسه ان الحكايه يعني ايه، هو طب ليه يعني. طب ليه كان ممكن تستنى ما تروح البيت يعني؟ ما هو قال قدامهم، هو قدامهم. طيب طب يا حاجه المشكله بقى، المشكله ايه بقى؟ السؤال على ايدي كمان قدامهم. السؤال بقى يا حاجه، السؤال فالسؤال بقى يعني مش عارفه يعني ازاي، مش قادره ابص في وشه صراحه. لا حول ولا قوه الا بالله. وقلبي مقفول خالص ان هو احرجني مع ناس اول مره اتعامل معاها. بقالكوا قد ايه يا فندم كده في الموضوع؟ امبارح. طيب حاضر يا فندم، حاضر، اشكرك شكرا جزيلا. ناخد كمان امه الله. يا امه الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. اهلا وسهلا بيك. لو سمحت يا شيخ، دلوقتي انا في مشكله ومش عارفه احلها والله. خير، ربنا يحلها من عنده ان شاء الله، ربنا رحمته واسعه. الحمد لله. اتفضلي. الحمد لله، انا عارفه ربنا قوي. نعم. الحمد لله بفضل الله، الحمد لله. ليل وبصلي وبصوم اثنين وخميس. ربنا يتقبل منك يا رب ان شاء الله، ربنا يتقبل منك واجعله ميزان حسناتك يا رب، وفك عنك كربك ويصل لك ويفتح لك الابواب المغلقه. امين يا رب. اتفضلي يا فندم. دلوقتي امبارح كان حصل مشكلة أنا وجوزي. خير. كل شوية يمسك ابني الصغير عنده سنة وخمس شهور يضربه ويخنقه بالمخدة ويشيله ويضربه على الأرض. ليه يعني يضرب ابنه ليه؟ من غير سبب كده يعني. أنا امبارح بيقول لي أنا مسكت القلم، مسك القلم الولد. يمكن الولد بيعمل شقاوة ولا حاجة مثلا؟ ده لسه صغير يا شيخ، محدش يقدر يقول له صح من الغلط. تمام. مش فاهم لسه. طيب. يمسكه امبارح شاله ورماه على الأرض ومسكني ضربني. وهني كل ساعه والتانية يمسكني يهن ويزعلني. متجوزاه بقالك قد ايه يا ست كولي؟ متجوزاه بقالك قد ايه؟ بقالي 3 سنين ونص. سب ربنا امبارح اللي مزعلني، ان هو سب ربنا. على طول بيضربك؟ على طول بيضربك يا امه الله؟ والله الوقت عارف ايده بتتمد عليها كتير يا شيخ. يعني من اول ما اتجوزته بيمد ايده عليكي ولا لسه قريب الكلام ده؟ لا كانت والدته معانا وكنت انا اللي شايلها. كانت طب وازاي تسمحي له يمد ايده عليكي؟ ازاي تسمحي له؟ ما نوصلش للضرب. طب اعمل ايه يا شيخ؟ ما انا ما اقدرش اشوف ابنه قدام عينيا واسيبه بيضربه او بيرميه على الارض او بيصيبه حاجه وانا اسكت. طب عملت ايه بقى لما ضربك؟ عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، بقيت ابعد عن ابني واشيله عن ابني. اللي انا زعلانه منه ان هو لعن ربنا وسب ربنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
زعلانة، أنا زعلانة أوي. بص يا شيخ، أنا زعلانة أوي وأسب ربنا. الإنسان لما بيكون بين ربنا بيزعل أوي إن ربنا يتسب. أبتدي عليه وأقول ربنا يلعنك في الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. جوزك بيصلي؟ جوزك بيصلي يا أمة الله؟ والله بيصلي يا شيخ، بس بيشرب مخدرات. طب خلاص، المخدرات بوظ دماغه طبعا، لازم تعالجيه. انا دلوقتي في حاره يا شيخ، انا دلوقتي بقول ان انا ابعد عنه وربي ابني بعيد عنه واقوم بحالي، انا ممرضه. طب انا اسالك سؤال يا استاذه عامة الله، ما عندكيش امل، ما عندكيش امل لاصلاحه بنسبه 0.5%؟ ما بتصلحش يا شيخ. طيب تقدري تصرفي على اولادك؟ تقدري عندك مصدر رزق؟ انا ممكن اطلع واشتغل يا شيخ. عندك مصدر رزق تقدري تصرفي على ابنك؟ ممكن. خلاص، اذا كان جوزك ده اديله، قولي له لو سمحت لو بطلت الشرب ومخدرات وابتعدت عنها وتعالجت وقف جنبه، خلاص دخلي اهلك واهله وتحاولوا تحلي المشكله ان شاء الله. ما فيش، يبقى خلاص زي ما ربنا قال كده، وان تفرقا يغني الله كلا من سعته. انا ضد خراب البيوت، لكن في حالات هوبليس كيس ما يقوس منها، ما فيش حل. يعني ربنا يهديه، راجل بيشرب بيتعاطى مخدرات، بيضرب ابنه الصغير اللي عنده 1.5 سنة، بيضرب مراته، بيهين مراته، ده طبعا ما ينفعش، وده يغضب ربنا سبحانه وتعالى. والضرب ده للبهايم، يعني الواحد ما المفروض ما يضربش مراته على الاطلاق ابدا، ولا يمد ايده عليها، لان الناس فاهمه القران غلط. يقول لك واضربوهن. الصحابه زمان لما كان الواحد بيزعل من مراته كان بيضربها بعود سواك، يعني مش ضرب، ده هو نوع من الموده كده. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا الاخيار لا يضربون زوجاتهم، يعني ما ينفعش ابدا ان حد انسان كويس يضرب مراته ويؤذيها وبعدين ينام جنب اخر الليل، يعني ازاي؟ بالله عليك، هي برضه بني ادمه ولا حقوق ولا احترامها. ولو وبعدين يا جماعه، ما سيدنا النبي قال لنا عليه الصلاه والسلام ما اكرم النساء الا كريم وما اهانهن الا لئيم، فما ينفعش ان حد يضرب مراته طبعا. حاول تشوف حد من اهلك واهله، وحاول تشوف لك شغل كمان اذا كان عندك دخل يقدر يكفيك وتقدري تعيشي. يبقى يعني في هذه الحاله ان شاء الله ربنا يهدهولك ويصلح لك الاحوال ويصل لك كل امر عسير، انه ولي ذلك والقادر عليه. احنا لسه متواصلين مع حضراتكم وبرنامجكم هتجوز، ما زلنا نواصل حديثنا حول سيدتنا زينب بنت جحش رضي الله عنها وزواجها من زيد بن حارثة، ثم طلقها منه وزواجها من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليبطل عادة التبني. ربنا يقول في القرآن وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، إذ يعني اذكر يا رسول الله إذ حدث كذا، للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. ده مين؟ ده سيدنا زيد بن حارثة. أنعم الله عليه بنعمة الإسلام، ودي أعظم النعم، أعظم النعم نعمة الإسلام. عشان كده عايز أقول لكم أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف حول الكعبة المشرفة، اللهم ارزقنا وإياكم الطواف حولها يا رب العالمين. اللهم إني أسألك من فضلك ألا تحرمنا من عرفات في عرفات يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا يا رب من عرفات في عرفات يا رب العالمين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيطوف حول الكعبة، فوجد رجلا يقول الحمد لله على نعمة الإسلام، إنه بيحمد ربنا سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عربي، إنك تحمد الله عز وجل على نعمة عظيمة. النعمة العظيمة دي هي نعمة الإسلام، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الصحة وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الستر وكفى بها نعمة، الحمد لله على كل ما أعطانا الله سبحانه وتعالى من نعم، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن هنا يا جماعة جاءت النصيحة الغالية من الله سبحانه وتعالى إلى كل عباده. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي عبدي عندك ما يكفيك ولكنك تطلب ما يطغيك، لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع، لو كان لك واديان من ذهب لابتغيت ثالثا، وما يملأ عين ابن آدم إلا التراب، عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، ومع ذلك فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، لأن الله سبحانه وتعالى يرزق الكافرين والمشركين والملحدين، فما بالكم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. معنا اتصال تليفوني، أستاذة أسماء السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذة أسماء؟ اتفضلي، أهلا وسهلا بك أسماء. طبعا معلش حاولي بقى تتصلي بينا
مرة تانية. احنا لسه طبعا متواصلين مع حضراتكم وبرنامجكم هتجوز. ربنا سبحانه وتعالى هو بيكلمنا وإذا تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. أنعم الله علي بنعمة الإسلام وأنعمت علي، أنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حرره، كان عبدا رقيقا فحرره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من الأحرار. هنواصل إن شاء الله حديثنا في هذا الموضوع، هنكمل إن شاء الله موضوعنا غدا إن شاء الله في برنامجكم هتجوز الساعة 4 إن شاء الله. أختم الحلقة أدعو لحضراتكم جميعا بالتوفيق والسداد والصحة والعافية، وربنا سبحانه وتعالى يطرد الشيطان من بيوتكم. وعايز أقول لحضراتكم مرة تانية وثالثة ورابعة وعشرة، الزواج يا جماعة نظام عظيم، لأنه العمل ربنا سبحانه وتعالى، لكن لا يفسده إلا المتزوجون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا محبة وبهجة وبركة وفرح، وأن يطرد الشيطان من بيتنا. اللهم اطرد الشيطان من بيتنا، اللهم يسر لنا كل أمر عسير، وافتح لنا فتوح العارفين. جزاكم الله خيرا أيها الأحبة المشاهدون أينما كنتم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.